قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ستظل على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، وحذر خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس من محاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى الأردن، لافتا إلى أن ذلك يعد تصفية للقضية الفلسطينية. ولفت الرئيس السيسي إلى أن في مصر 105 ملايين مواطن، وإذا استدعى الأمر للخروج للتعبير عن رفضهم الكامل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. أدان وزير الخارجية سامح شكري استمرار عمليات القصف العشوائي والعقاب الجماعي للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدا على الأولوية القصوى لدخول المساعدات إلى القطاع. كما طلب وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ماليزيا إسرائيل بالتوقف عن استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح. أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على أنه بقدر تنوع واختلاف رؤى أطرافه فيما يخص شؤون بلدنا الداخلية، فهم جميعا في هذه الظروف الدقيقة التي تحيط بنا يقفون صفا واحدا مساندا لوطنهم المصري وأمنه ومصالح شعبه ولكل قضايا أمتهم العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل من الترحيل القسري للمدنيين في غزة، قائلة إن الإخلاء المؤقت يجب أن يخضع لشروط من بينها توفير السكن، وقالت إنه حتى الآن يوجد حوالي 400,000 نازح في مواقع مختلفة بما في ذلك مباني وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وجه المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر رسالة للجماهير ولاعبي الفراعنة عقب تعادل مع منتخب الجزائر بهدف لكل منهما في اللقاء الودي الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات في إطار الاستعدادات لمنافسات تصفيات كأس العالم 2026 ثم كأس الأمم الإفريقية. وقال مدرب منتخب مصر: بالطبع أتقدم بالشكر الجزيل لكل لاعب على التزامه وتفانيه، أعتقد أننا في كل يوم وفي كل جلسة تدريبية وفي كل مباراة نتطور في الاتجاه الصحيح، وسوف نستمر معا في هذه الرحلة.